أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب، حديث عراقي. ربما واحدة من مآسي هذه 18 سنة التي عشناها هي هذه الوجوه الكالحة التي حكمت العراق بالحديد والنار والكذب والفساد والخراب والقتل والتغييب والطائفية والسوء وبكل أنواع السوء حقيقة، بكل ما تحتمل هذه كلمة السوء من عمق وتأثير ودلالات. وهؤلاء الذين حكموا العراق يعني طوال هذه السنوات أرادوا أن يشيعوا أو هكذا يعني تصرفوا، أشاعوا ثقافة الطائفية، أشاعوا ثقافة الفساد، أشاعوا ثقافة الفرقة. اليوم يتحدثون عن محاولات لإشاعة ثقافة الميليشيات، أن تكون هي الميليشيات ثقافة سائدة في المجتمع، العصابات والميليشيات هي السائدة، والناس عليها أن تجدهم قمما ويعني تجدهم نجوما يجب أن تتغنى بها. ذلك يعني بعض الميليشيات وجهت كتابا إلى وزارة التربية لتضمين مناهج المدارس حديثا عن الميليشيات وعن دورهم في المجتمع. هذا جزء من محاولة تسميم الفكر الشعبي العراقي، الثقافة العراقية، تمزيق هذا النسيج الثقافي العراقي الوطني الجميل الرائع المحب بهذه النماذج السيئة. رموز لهذه الأحزاب وهذه الميليشيات، هؤلاء الذين يعني كانوا رموزا في الفساد والخراب والدمار، بدأت الآن تظهر يعني على الأرصفة وفي المكتبات كتب لهم، وهذا ما نتحدث عنه اليوم، يعني كتب تروي سيرهم الذاتية طوال هذه 18 سنة، ماذا فعلوا في العراق. وهذه واحدة من المكيات المضحكات من الكوارث الكبيرة، أن يستطيع هؤلاء أن يصلوا إلى مرحلة يعني لا يستحون فيها حتى في داخل أنفسهم، ويكتبون كتب حتى بعد يعني والناس تشتمهم، والناس تعرف وهم يعرفون أنهم مجموعة من الفسد، مجموعة من الخراب، وكل هذا الخراب الذي في العراق، وإذا بهم يتحدثون بكتب يصدرونها، كتب أنيقة تطبعها أفضل المطابع في الدنيا، وبحروف جميلة وبورق راق مسقول ينشر في المكتبات كجزء من الثقافة عن سيرهم الذاتية. أي سيرة سوداء هذه التي تدفعون بها إلى الشارع وإلى المكتبات وإلى الثقافة العراقية، أي سير هذا؟ أقرأ يعني عادل عبد المهدي يصدر كتابا رؤى لبناء العراق الجديد. إذا كانت لديكم رؤى لبناء العراق الجديد، أين هذه الرؤى؟ لماذا وأنت أصبحت رئيس الوزراء وكنت مسؤولا طوال هذه السنوات من عام 2003 لحد الآن، أين هذه الرؤى التي أوصلت العراق إلى قعر الهاوية؟ وقتلت الناس فيها، قتلت هذول الشباب الحلوين في ثورة تشرين، قتلتهم بالرصاص وتدعي انك لا تعرف وجه طرف ثالث وما اعرف منه وحديث، اضطريت ان تستقيل. كتبك الاقتصادية هذه اللي تحدث فيها عن الاقتصاد، لماذا لم تطبقها اذا كنت تعرف الاقتصاد؟ والعراق من سيء الى اسوأ، وصل الى الافلاس والخراب، والعراق بقي دولة من اكثر بلدان الدنيا فسادا بشهادة منظمة الشفافية العالمية، لماذا؟ والآن صدر لنا كتاب رؤى لبناء العراق الجديد، يعني هاي سيرته الذاتية هو ماذا فعل، ورؤى مش قد عقلية كبيرة صدر لنا هذه الرؤى مع الأسف الشديد. عمار الحكيم لا إله إلا الله يتحدث عن رحلة وطن، أي وطن هذا الذي تتحدث عنه؟ رحلة رحلته الى 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 الظلام، الى الهاويه، هذه اللي تتحدثون عنه، من مسؤول عن هذه الرحله السيئه 18 سنه من الخراب والدمار والقتل والنهب والتفرقه والطائفيه والسوء؟ ماذا فعلتم بالعراق؟ اذا كنتم براء منها لماذا انتم بالعمليه السياسيه؟ لماذا ما انتم احزاب هذه السلطه؟ لماذا ترشحون وزراءها ورئيس وزراءها وتقفون معها وتمثلونها اذا كنتم يعني لا تعترفون بها؟ أما واقع الحال فأنتم من جئتم بكل هذا الخراب وبهذا الدمار. الآخر
مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الذي لا يعرف ماذا يحصل، كل يوم يتحدث لنا بحديث، والسكين ذاهبة تقطع برقاب العراقيين، والحرائق تلتهم أجسادهم، والموت يحاصرهم من كل مكان، لا كهرباء ولا خدمات ولا صحة ولا. وبالتالي يتحدث عن مسألة وطن، كتاب يصدره مسألة وطن تجربته. أي تجارب سوداء هذه؟ ألا تخجلون من هذه التجارب؟ إبراهيم الجعفري الذي يعني جمع مليارات الدولارات من العراق وذهب، عاد إلى بلده الأم بريطانيا، يصدر كتاب لغد أفضل، لم يتحدث عن سيرته ومحاولاته هذه الفلسفات الفارغة اللي كان يطلقها في العراق طوال سنوات، وزير خارجية ورئيس وزراء وحاكم بأمره، كارثة كبيرة. والتالي على أهل العراق أن يتحملوا هذه الكتب. هذه الكتب توثق للخراب والدمار، توثق لسياركم، نعم، وسياركم كلها خراب ودمار وقتل وترويع وطائفية وسرقة وفساد. أنتم من أوصلتم العراق إلى هذه الكارثة. والمسلسل الماضي طبعا ستصدر كتب، يعني أصدر كتاب يوثق سيرة نور المالكي، يكتب سيرته، وما أعرف من يكتب سيرته، والكثيرين يكتبون سيرهم. وبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة، الكل يكتب سيرته وكأنها سيرة بيضاء، سيرة تقارن بسيرة من؟ بعلماء، بوطنيين، بمجاهدين، بمقاومين، بأبطال، ببنات بنوا بلدانهم. سيرة من؟ يعني بمن نقارنها؟ بسيرة من؟ هذه السيرة التي تكتبونها لا تستحون منها؟ وهل تحتاج هذه المكتبة العراقية إلى سم إضافي يضاف إلى هذا السم الذي تزرعونه في كل يوم بأحقاد وطائفية وخراب ودمار وقتل وحرق؟ ما زالت الجثث المتفحمة في الناصرية يعني تملأ رائحتها جو العراق كله، ليس جو الناصرية فقط وذي قار. ما زالت الجثث التي تفحمت في مستشفى الخطيب ما زالت باقية، ما زالت الجثث التي تحت الأنقاض في الموصل وفي الرمادي وفي صلاح الدين وفي بابل وغيرها. وما زالت مقابركم، ما زال المغيبين، ما زال سجونكم، ما زال تعذيبكم، كل هذه ما زالت موجودة، وما زال الخراب يعني يأكل بأيام العراقيين ويأكل من حياتهم، وأنتم تكتبون سيركم الذاتية. أي سيرة ذاتية؟ هذا جزء من محاولة غسل عقول العراقيين، لكن مع الأسف هؤلاء لا يدركون أن أهل العراق لا يمكن غسل عقولهم بهذه الطريقة. العراقي طيب نعم، لكنه يعرف الأسود من الأبيض. نعم يصبر كثيرا وصبره كصبر الجمل، لكنه سينفجر وثورته قادمة، ولن يستطيع أحد أن يلومهم بعد ذلك عما يفعلوه، لأن هؤلاء أوصلوا العراق إلى أسوأ ما يمكن، وأوصلوا أهل العراق إلى أسوأ درجات الذل والأذى والسوء والحرق والموت والخراب، وهم يتفاخرون بأنهم رعاة للدين ورعاة للمذهب ورعاة للديمقراطية والحرية والانتخابات. أي انتخابات؟ أي مصيبة؟ أي كارثة كبيرة؟ العراق يئنه تحت وقع ضربات الفساد والخراب والقتل والتدمير وآلة الحرق، وأنتم تكتبون سيركم. أي سير سوداء للخراب والدمار التي تكتبونه؟ وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.